أولاً كده بداية الكلام خلينا نرحب بسيمون شلهوب، منورانا. ازيك يا رضوى؟ عامله الحمد لله يا روح قلبي، نورة الدنيا كلها انت والمزه اللي معاكي. طبعا مش هتنفع تبصي لي، بس انا بحييكي من خلال موقعي هذا. خلاص طيب، ايه بيحصل؟ ايه خلينا كده، انا ماسكه الكارت طبعا، لانه حبايبي ضيوفي الاعزاء وضيفاتي العزات الحاجات بتاعتهم التايتلز بتاعتها كلها الالقاب بالاسامي كتير. فالمكان اسمه سكين فيكس fix.eg او سكين فيكس باي سيمون شلهوب. خلاص أوكي. تاني في ريموفل، تمام. تاني المكان skinfix.eg ادي المكان اللي احنا هنعمله فيه ريموفل سكين فيكس. هو انا طبعا اللي فيه ريموفل، بس هنعمل حاجه النهارده سبيسيفيك. احنا هنتكلم متخصص عن العلامات او السكورز. اوكي، عشان نفهم نلم اللي احنا قلناه ده في جملتين، الحفر والحاجات والعلامات اللي بصوابعنا نقعد نعمل كده فتسبب علامه، تعمل حفره، الحبوب نقعد اصلا كنت بقى كمان صغيره نقعد نلعب فيها لحد ما تقوم وكده والوش يتقلب. خريطه افريقيا، الاستاذه سيمون عندها جهاز جديد اختراع حول العالم يشيل ايه؟ السكورز عموما. كل خلينا نتكلم الاول على انواع السكورز ايه. ممكن سكورز علامات عن طريق عمليه، خياطه طبعا، خياطات في البطن، في الرجل، في الدراعات، في الايد. اوكي، السكورز ممكن تكون من خراج، ممكن تكون اتخبطتي في حاجه فعلمت في قرطك في خدك، وممكن بقى اللي هي القنبله اللي مضايقه ناس كتيره قوي، وبنت وولد ممكن يكونوا امامير جدا ووشهم منتهي بسبب الحفر او السكورز اللي بتسببها الحبوب دي، كارثه. يعني لو انا النهارده والده سيزيريان قيصري، الاختراع ده يشيل لو انا عندي جروح او اي اثار لاي جرح في وشي، ده يشيل كل ده؟ خليني اشرحها لك بطريقه مختلفه. طيب ممكن واحنا بنشرح نشتغل؟ اوكي يلا دلوقتي. هي عباره عن تريتمنت. احنا الفكره مش في الطول نفسها او في الاداء قد ما هي الفكره في التريتمنت نفسه اللي بنحطه. ايه هي الفكره؟ ان احنا ربنا خلقنا كلنا جلدنا، الجلد بتاعنا متساوي زي ما انت عارفه شكله عامل ازاي. ده بيبقى عباره عن كولاجين. وسيمون بتتكلم احنا معانا النتائج بتاعتها ما قبل وبعد الجلسات اللي هي بتعملها لازاله الجروح والندبات وكل الحاجات دي كلها. واحنا معانا ست هدايا من سيمون، او قولي بقى تاني اسم كده المكان. skinfix.eg بالظبط كده. فهندخل طبعا التليفونات دلوقتي حال. كملي يا سيمون. فهو بيبتدي ازاي؟ ان احنا ربنا خلقنا الجلد بتاعنا زي ما انت شايفاه كده. اوكي، ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن كولاجين ربنا حطه فينا بترتيب معين فمدينا الشكل الجلد ده. لما بيحصل سكارز او عمليه او اثار من الحبوب، الكولاجين ده مثلا، ده هقول مثلا لو في، بس الارقام دي مش صح، يعني لو في هنا مثلا 20 كولاجين، فلما بيحصل اي قطعه او جرح اللي بيحصل ايه؟ ان الجسم بيبتدي يدافع او يهاجم. فبيطلع بدل ال 20 بيطلع 100 كولاجين، فبتعمل لي السكار اللي احنا بنشوفها دي، العلامه. بالظبط، بتبين العلامه. اوكي، ببتدي انا اعمل ايه بدي؟ انا بحط التريتمنت المناسب. اوكي، وببتدي اعمل المناسب. ايوه، ببتدي اعمل تهتك للمنطقه اللي فيها السكور. عباره عن ايه العلاج ده او التريتمنت دي؟ ده مخصوص للسكورز، هو بيعيد بناء خلايا الجلد من الاول. بيعمل تفتيح ولا ملوش علاقه؟ لا لا، ما بيعملش تفتيح. اوكي، بس انا عايزه اقول لك فعلا يا رضوى ان العلاج ده سحر، والدنيا بتتقدم باستمرار وكل يوم في جديد، خصوصا في عالم التجميل احنا عارفين ان كل يوم في جديد. فانا عايزه اقول لك ان ده بيجيب نتائج للناس بالذات كمان اللي عندها حبوب واثار حب الشباب مش طبيعيه.
يشيل حبوب ولا يشيل اثار الحبوب؟ ممكن اشيل حبوب وممكن اشيل اثار حبوب، على حسب الحاله اللي قدامي. يعني لو الحاله اللي قدامي مثلا عندها تصبغات من الشمس بدخلها، عندها اثار حبوب سكارز بدخلها، عندها حبوب نفسها ببتدي اعمل لها التريتمنت اللي يضيع الحبوب والسكارز والتصبغات. من سن كام؟ من اول 13 14 سنه اقدر استعمله. طيب ناخد اول بنوته معانا النهارده. النهارده ايه؟ وانا ليه كل حاجه النهارده فاكراها اول بتحصل اول مره؟ ما انا لسه كان في فقره من شويه. مارينا. الو. مش عارفه مين، حاسه انا اتولدت من اول وجديد، مش عارفه يا في ايه. ازيك يا مارينا؟ ازيك يا رضوى؟ عامله ايه حياتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ عندك مشاكل ايه؟ انا عايزه حبوب في وشي، بس كنت عايزه اعرف الجهاز ده ايمن يعني؟ لا عيب عليكي بقى يا مارينا، احنا طبعا وبعدين احنا بنعمل على الهوا اهو يا مارينا، اللي امن ده يعني انت. خلاص ماشي. طيب مبروك عليكي حبيبتي، اول هديه من سيمون. قولي اسم المكان. skinfix.eg. بتقولها ايه؟ ممتازه سهله يا رضوى. skinfix. ما هو كل حاجه سكن فيكس ريليتد للسكن. اضربي سبع سيجمنتس كل يوم في ثلاثه ب 21 سيجمنت، 21 فقره، كل فقره يبقى فيها ضيف او اثنين. يعني احنا ان شاء الله باذن الله هذا البرنامج المحترم يستقبل من الناس حوالي نوت لاس دان يعني 30 بني ادم كل اسبوع. انت الحسبه دي كلها عاملاها دلوقتي ولا كده؟ انا بتكلم كده معاكي. طيب مارينا كسبت اول هديه من skinfix.eg. قلتها كلها. شفتي؟ عيب عليكي. انا عاملاها لكم سهله اهي. طيب كم جلسه المفروض اعملها علشان اشيل حبوب او اثار الحبوب او الجروح، الندبات، كل الحاجات دي؟ طب هتصدقيني لو قلت لك انها from the first session او من الاول session بتجيب نتيجة معايا غير طبيعية؟ من اول جلسة؟ لدرجة ان الكلاين بتبقى عايزة ترجع تاني ومش قادرة تستنى معاد الجلسة اللي بعدها عشان عايزة تيجي تحقق كل النتائج بسرعة. الوقت ما بين ده وده قد ايه؟ من 10 ل 14 يوم. بتحطي بينج؟ لا. ما بتحطيش بينج. ده اللي انت شغالة بيه ده ابرة؟ دي ابر بس نانو قوي قوي قوي، ما بتوجعش، ما بتنزلش دم، هو اصلا نزول الدم غلط مبدئيا. طيب اوكي. ما بتحسيش باي حاجه، لان احنا هو بنشتغل، ده انا بعملها لنفسي. يا ولد عيب على نفسها طبعا. حقنان يا زينب. زيزي. شفنا يا زيزي سيمون بتعمل ايه؟ ايوه رضوى، حلوه قوي. حلو. عندك ايه يا زوزو؟ قولي لي ايه ايه. في حبوب. في حبوب. عيوننا باي سكن skinfix.eg. واثار حبوب كمان؟ واثار حبوب كمان. عندك كام سنه يا زوزو؟ عندي 32. يا روح قلبي العمر كله. خلاص سيمون تشيلهم لك ان شاء الله. مبروك عليك يا روح قلبي. تاني هديه من skinfix.eg. لو انا حد بشرته ما فيهاش حفر كتير، فيها حفرتين ثلاثه مثلا، هل ابقى محتاجه جلسه واحده بس ولا لازم عدد جلسات معين؟ لا، هو عدد الجلسات معين ملهوش دعوه بالكميه. اوكي. بناخد زي ما قلت لك من اول سيشن ممكن بنلاقي النتيجه على طول، ممكن استمر 3-4 سيشن، لدرجه كمان انها بتشيل الجدري. لا، اثار الجدري. يعني وانا بشتغل مع الكلاينت مثلا اي حاجه بشتغلها مثلا مايكرو نيدلينج نضاره. طب أوكي؟ ما كده بيفتح، فبلاقي مكان هنا اقول لها ايه دي؟ تقول لي دي جدري قديمه سيبيها. اقول لها طب ايه رايك لو حطينا لها نقطه مش هنخسر حاجه، ما احنا اوريدي بنعمل السيشن. بتيجي المره اللي بعدها تقول لي بصي هي كانت هنا، هي مش عارفه تشاور عليها. يعني وانا ممكن اقوم وهي بتشتغل ثانيه واحده اشوف هي بتعمل ايه؟ شكرا. وريني كده قطه. بتعملي ايه؟ بصي احنا بنحط التريتمنت اوكي وبنبتدي، انت موجوعه بحاجه، حاسه بحاجه، ونبتدي ندخل التريتمنت بالمنظر ده. انا كده بعمل تهتك للمكان اللي فيه السكار وبعيد بناء خلايا الجلد تاني من اول وجديد. انت قلتي كام؟ من كام؟ 3-4؟ من 3-4 سيشن. واعمل الجلسات من سن قلنا 13 سنه؟ من لحد لغايه الى ما لا نهايه. طب لو حد حامل، واحده حامل، واحده لا قدر الله كانسر، مش عارفه ايه بتاع داخل فين، حاجات كده، ايه نعمل ايه؟ لا كانسر ما بشتغلش طبعا في حالات الكانسر. رضاعة؟ لا لا يفضل طبعا.
ولا حمل طبعا. لا هو الموانع مثلا لو في حد عنده حاجه مناعيه هيربز الحاجات دي لا ممنوع طبعا. كل الحاجات دي ممنوع. لا دي ممنوع. لكن هو لكن هو تريتمنت او المايكرو نيدرينج حاجه امنه جدا 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 ما فيهاش اي ريسك. وتفضلي بقى تعملي كده لحد ما تخلصي الجلسه. اخلص كده عشان قبل ما نقفل بس الجلسه قصدي الفيري بتاعنا اشوف ولا حاجه. يا روان. رضوى. هاي روان او ار يو حبيبي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. روان دي ما بتوجعش فعلا خالص كدا. خالص. روان عندك ايه؟ عندك مشاكل ايه؟ عندي جرح في ايدي. عندها جرح في ايديها؟ في ايديها. طبعا مش في وشها. نو يتشال حتى جروح البطن الرجلين الدراعات. يعني هي برضو جرح ايدي زي جرح العمليات. بقول لك ايه انتوا اجيلكم هناك. بقول لك ايه سيمون شكلها عامله هتعمل شغل جامد في البرنامج ده هجيبها كل اسبوع. خلاص مبروك عليك. مبروك عليك يا روح قلبي. خليكي معايا اخد بنتك في الكنترول دي. هدير النمره كام؟ ثلاثة من سيمون. ايه سيمون شالهوب؟ لا مش قصدي شالهوب. سكين فيكس دوت اي جي جي. للاسف الشديد احنا وقتنا خلص. ايه ده انا شغلتها بتطلع نوم بتطلع نوم. اتخضيتي ليه كده؟ هنحول بقيه الهدايا على ده. ما فعلا ما بتبقاش خالص. لا ما على صفحتنا هي وبس. اللي اصلا كنت بشوفها علشان اشوف اذا كنت هجيلك ولا مش هجيلك. لا يعني على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. ثلاثة اللي فاضلين دلوقتي ثلاثة سيشنز او ثلاث هدايا جلسات من سيمون او سكين فيكس. سكين فيكس جي جي. والله العظيم انا باخد ادويه تنشط الذاكره ان شاء الله لما يعني هبقى كويس. نورتي النهارده يا سيمون. ميرسي يا رب. ميرسي على الاختراع الغريب. مرسي. اللي عامل نتائج رهيبه وفظيعه. انت نورتينا النهارده. مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات بنشكر طبعا سيمون على الاختراع الخطير ده. فاصل قصير جدا ونرجع ليكم من هنا وبس.